انضم لنادي الاهلي؟ لا، اول مكالمه طبعا كان يعني انا ساعتها كنت في التمرين، يعني هو في التمرين في نادي المقاولين. في الفتره اللي هي لما خلاص الناديين اتفقوا وكل حاجه خلصت، انا كنت ساعتها في التمرين. واول ما خلصت كان قابلت مهندس محمد عادل وشرح لي القصه مشيت ازاي وان كل حاجه خلاص اتفقوا عليها، مش فاضل بس غير ان انا اقعد اتكلم في التفاصيل بقى التانيه بتاعت العقد بتاعي مع امير. وبس اول ما طلعت طبعا لقيت كل اهلي مكلمني، فكان اول حد كلمته يعني كان والدي. يعني والدك والدك اهلاوي من زمان، كان العيله كلها يعني العيله كلها اهلاويه، حتى يعني جوز اختي برضه مجانين النادي الاهلي. لازم اروح برضه المهندس محمد عادل، وهو ما شاء الله شخصيه